مولا معسارة تاع زيت زيتون في ولاية تاع بومرداس، وهاد المعسارة راها ورث تاع على الجدود، ورث عائلي اللي كانت المعسارة الأولى كانت في 1936، وتطورت مع الوقت حتى دركا يعني طورناها أخيرا وين لحقنا باش نخدمو الزيوت يعني تاع الجودة عالية. السلام عليكم، هنا راكم في سطون تاع لا ويليري ايتابليسمون كياريت اللي تابعه هي تاع لا فامي كياريت سولا مارك بغليه. حنا مع سارة بغليه نخدموا زيت زيتون عند من 1898، وعندنا 10 سنين الاواخر هذو يعني بدلنا البرنامج تاع الخدمه، وبهذا الشيء هذا باش عرفنا براحتنا براننا في راني على الطريق الجيد. اون بارتيسيبي ا دي كونكور انترناسيونال سواء اون غريس ولا اون ايطالي ولا لندن ولا نيويورك، وين تحصلنا حد الان 25 ميداليه. الشركه تاعنا ساهمت بعرض المنتوج تاعنا، باش تعرفوا الشركه تاعنا تاسست في 1980، عندنا 43 سنه في هذا المجال. التخصص تاعنا هو الزيتون وزيت الزيتون، المصنع جاي في ولايه البوليده بلديه بوغارا. الحمد لله يعني المنتوج الجزائري دا رواج كبير، خاصه كما المنتوج تاع الزيتون، وخاصه المنتوج تاع زيت الزيتون، لان الجو الجزائري يتميز بكليمه مليحه وماء نظيف، هو ما خلى القيمة الغذائية تاع زيت الزيتون ذا جودة عالية ونسبة الدهون قليلة، وما أدى إلى كثرة الطلب عليه. رايح ترتكز على الجزائر، ألا وهي زيت الزيتون ومستخرجاته ومستحقاته ومشتقاته. اليوم إذا كان شفتوا راكنا في المعرض هذا نمثل ما يقارب 70%، 70% راشي كبير اللي تمثلوا المنتدى الجزائري اللي هي لافيتي، رانا متواجدين بقوة. نشكر الصديقين ياسين ولد موسى مؤسس رئيس الجمهوريه والسيد كمال الرزاق البروفيسور على تدشينهم لهذه الطبعه المميزه اللي هي خاصه. حنا اليوم رانا نشوفوا باللي الزيت الجزائري زيت عضوي ينتج بجوده عاليه، يعني نال عده جوائز اللي هي في فود جولف، ونتمنى ان شاء الله ينال جوائز اخرى. تنظيمنا لهذا المعرض اليوم الأبواب المفتوحة لتصدير زيت الزيتون ومشتقاتها يأتي في سياق مواصلة الاهتمام والرقي بمختلف المنتوجات الجزائرية بكل شعبها من أجل تثمينها والرفع من قدراتها التصديرية، سواء الإنتاج وكذلك بالدرجة الثانية التصدير. كنا نظمنا في منذ 15 يوم أبواب مفتوحة لتصدير التمور، اليوم ننظم هذا المعرض من أجل الوقوف على أهم الانشغالات التي يواجهها مصدرو زيت الزيتون في الجزائر من أجل ترويج منتجاتهم للأسواق الدولية. هو بالحقيقة من أجل تثمين هذا المنتوج ومن أجل إبراز قدرات هذه الشعبة الهامة في الجزائر، وكذلك بالدرجة الثانية من أجل التكفل بانشغالاتهم، لا سيما هذه الشعبة تتلقى عدة انشغالات أهمها هو التغليف أو التعليب أو التعبئة الزجاجية التي يتطلبها زيت الزيتون الجزائري. اليوم هناك عدة ورشات تقنية منظمة على هامش هذا المعرض وعلى هامش هذه الأبواب المفتوحة، سوف تتبلور إن شاء الله عنها توصيات جد مهمة سوف يتم رفعها إلى السلطة الوصية وزارة التجارة وترقية الصادرات، وسوف يكون هناك تنسيق كامل بالورشات التي تنظم على المستوى المركزي والورشات التقنية التي تنظم على المستوى الولائي 57 ولاية زائد الجزائر العاصمة، وإن شاء الله سوف يكون هناك طموح من أجل مضاعفة عدد المصدرين الذي يبلغ حاليا 78 مصدر، مضاعفة رقم التصدير اللي هو حاليا 2 مليون دولار إلى أكثر من 5 مليار دولار في آفاق نهاية 2024، وكذلك مضاعفة عدد البلدان التي نصدر إليها حوالي 20 بلد اليوم. إن شاء الله نطمح إلى التصدير إلى 50 بلد في آفاق نهاية 2024 إن شاء الله. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل.
بروتيليس، الجمال للكل. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.